السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اللي ان شاء الله بحول الله غادي نشرحوا الموقع ديال اي باي كلاب. الناس اللي انا تعرف الناس بالله راه خدامين فيه كيربحوا فيه فلوس، ولكن كاينه واحد الناس اللي يلاه التحقوا بينا في لاشين اللي هي ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم كاملين الخوت، مرحبا بكم في العائله ديال ناصر عايز فلوكس. الناس اللي مازال ما تعرفوش شنو هو اي باي كلاب، والناس اللي مازال ما عارفينش بالله راه تيربحوا منه الناس فلوس، وخير دليل هو انني غادي نوريكم شحال ان شاء الله بحول الله شحال ربحت في هذا الشهر هذا والشهر اللي فات. لذلك غادي تبقاو معايا في هذا الفيديو هذا قبل ما غادي نقوموا بالتطبيق ديال هذا الفيديو هذا ونشرح لكم الاي باي كلاب شنو هو الطريقه ديال العمل ديالو. غادي ان شاء الله بحول الله تعطيوني زر لايك هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله يوصل 5000 لايك باش نعطيكم عاوتاني مواضيع جديده جدا. لذلك زر لايك، وانت الا انت ولا انت كنتي تتفرج في القناه ولا تتفرج في القناه ديال ناصر عايز فلوكس مازال ما مشتركش، كاين زر احمر اللي هو ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب باللغه الانجليزيه، كليكي عليه باش تنضم للعائله ديال ناصر عايز فلوكس. دابا ان شاء الله بحول الله نطبقوا هذا التطبيق هذا وكيفاش نخدموا في الاي باي كلاب وكيفاش نربحوا 3 دولار فقط في مجرد تسجيل في الموقع هذا الموقع ديال اي باي كلاب. لذلك الاخوان الا كنتم مستعدين نجيو دابا للشرح. خوتي خواتاتي، الناس اللي مازال ما عارفين شنو هي الخدمه ديال الاي باي كلاب هو الكاش باك. على سبيل المثال تتشري شي حاجه وكيردوا لك واحد النسبه ديال الاموال ديالك. على سبيل المثال الا جيت نشري مايكروفون تيدير على سبيل المثال الا شريته ب 50 دولار كاين يردوا لك واحد النسبه المئويه على حسب السيت. على حسب السيت كيعطيك واحد النسبه المئويه اللي يقدر يرد لك فيها فلوسك. على سبيل المثال 5% 2%، على سبيل المثال نديرو 5%. الى على سبيل المثال سبانديتي ولا شريتي شي حاجه ب 100 دولار كيرد لك الموقع واحد النسبه ديال 5% ولا 6% ديال الارباح ديالك ولا الكاش باك. الكاش باك هو الاموال اللي تترجع لك. اما بالنسبه لهذا الموقع هذا اللي هو اي باي كلاب الاخوان، كاين فيه واحد العرض اللي هو جميل جدا، هو اي واحد كيتسجل في هذا الموقع هذا موقع كيهديه 3 دولار 3 اورا عفوا. هذا الموقع فرنسي وصادق 100% حيت مازال انا تنتوفى مازال كنخدم فيه ومازال كنتوصل بالاموال في هذا الموقع هذا. لذلك الاخوان هذا الاوفر هذه اللي هي مزيانه كيعطيك الموقع فقط في التسجيل كيعطيك 3 دولار، والطريقه اللي ان شاء الله بحول الله اللي تحققوا بها الناس اللي وريتها لكم في المواضيع الاخرى اللي تحققوا بها الناس الحمد لله الان اموال كثيره جدا، هي نحاولوا نشريو من بعد ما تسجيل في الموقع في الرابط اللي غنخلي لكم، حيت رابط الإحالة ديالي هو اللي كيعطي 3 دولار. ما بغيتيش 3 دولار 3 اورو ولا 3 دولار 3 اورو هما تيقولوا 3 اورو. الا ما بغيتيش 3 اورو تسجل في موقع تسجل في رابط اخر الاخوان. لذلك الموقع او السيت اللي غادي نخلي لكم لتحت فهو رابط إحالة ديالي، تتاخذ 3 دولار 3 اورو ولا 3 اورو وانا كناخذ 3 اورو. لذلك الاخوان انا تناخذ 3 اورو من بعد ما تتشري، على سبيل المثال تتشري شي حاجه وانت تتاخذ 3 اورو عاوتاني مره اخرى. لذلك الاخوان كما تشوفوا في هذا الموقع هذا اي سبسكرايب 3 اورو اوفرد، على سبيل المثال مجرد تسجيل في الموقع كيهديك الموقع 3 اورو. ومن بعد ان شاء الله بحول الله شنو غادي نديروا هي غادي نقلبوا على منتوج رخيص جدا وغادي نشريوه والموقع غادي يهدينا 3 اورو مره اخرى. على سبيل المثال الاخوان كما تشوفوا هنايا جيت لهنايا تنلقى مايكروفون، انا ديجا شرحت هذا الدرس هذا ولكن كنعاودوا للناس اللي يلاه التحقوا بالقناه ديال ناصر عايز فلوكس. كما تتشوف هنايا الناس اللي عندهم مع اليوتيوب وتيديروا هذا الشيء ديال اليوتيوب يمكن لهم يشريوا هذا المايكروفون اللي هو ب 0.69 0.69 والموقع كيهديك 3 دولار لاول مبيعه ديالك. راه ماشي اول مره الا شريتي مره اخرى غادي يهديك 3 اورو 3 اورو 3 اورو في الاول مبيعه ديالك تيهديك الموقع 3 اورو. على سبيل المثال الا شريتي هذا شريتي هذا المنتوج ب 0.69 من الرابط اللي غادي تاخذه من الموقع ديال اي باي كلاب، الموقع اي باي كلاب تيهديك 3 اورو ومن بعد تتولي عندك 6 اورو. على سبيل المثال 3 اورو اللي هي هديه اللي غنخلي لكم في الرابط ديالها، و3 اورو اللي هي تيشجعك الموقع لاول مبيع اول شراء في الموقع اللي هي تتولي عندك 6 اورو. من بعد ان شاء الله بحول الله غادي تحاول تفتح شي جروب انت والاصدقاء ديالك 10 الناس ولا 20 واحد وغادي تخدموا بعضياتكم كما تيديروا الناس في الجروب ديالي في فيسبوك، فاتحين واحد لاباج اللي هي باج جديده ولا تيديروا جروب بعضياتهم وتيتبادلوا الشراءات وتيربحوا اموال جيده جدا. اقسم بالله العلي العظيم الا كان نهضر مع الناس كيربحوا فلوس من هذا الموقع هذا. دايرين شنو دايرين؟ دايرين جروب 10 ديال الناس كيشري من عند واحد 3 اورو 3 اورو 3 في 10 30 اورو كيسحبوها كيسحبها للشخص وعاوتاني كيمشيو لواحد اخر عاوتاني
كيشريو من عنده 10 ديال الناس 3 اورو 3 هي 10 في 3 30 اورو كل واحد كيربح. 10 ديال الناس يكون المصداقيه ديالهم عاليه جدا ولا تكون تتعرفهم ديروا جروب وخدموا بعضياتكم. اما كما هادشي كما تشوفوا هادشي بالميكروفون والناس ديال البنات تنديروا فيس على سبيل المثال البنات يقدروا يديروا هاد فيس ماسك هذا ولا شي حاجه بحال هكا شي حاجه رخيصه كما تشوفوا شي حاجه رخيصه اللي تلقاها كما تدير هاد الفيس ماسك هذا اللي تيديروه البنات ولا داكشي ديال الكوريين داكشي اللي تيديروه الكوريين بزاف. هذا داير 0.65 البنات الا شراوه ولا الدراري اي واحد انا ما المهم تنقول الدراري ولا البنات الا شراوه الموقع كيهديكم 3 اورو بالمجان. لذلك شنو هي طريقه العمل هي كما تشوفوا الاخوان دابا غادي نوريكم شحال تربح من هذا الموقع هذا. كما شفتوا الا تسجلتوا من رابط الاحاله ديالي تتاخذ 3 اورو. غادي نحاولوا نديروا لوغين خوتي خواتاتي كما تشوفوا هذه هي المحفظه ديالي في الاي باي كلاب كما تشوفوها ها هي غادي تخرج لكم المحفظه ديالي تشوفوا شحال فيها. هاد الشهر هذا وصلت 559 اورو اللي هي اللي تنقولوا حنا بالمغربيه شي 100000 وشي حاجه 100000 ريال اللي هي 5000 درهم وشي حاجه اكثر من 5000 درهم 5500 درهم ولا 5600 درهم مهم 5700 درهم فهاد الشهر هذا. وانا ديجا في الشهر اللي فات مازال ما توصلتش بالاموال طلبت السحبه ديالي في الموقع. هي من تطلب السحبه الاموال ديالك تتعطل الموقع المده ديال 17 يوم حتى الشهر عاد توصل بالاموال ديالك. لذلك كما تشوفوا الاخوان طريقه ديال الشراء طريقه ديال الاستفاده في هذا الموقع هذا غنخلي لكم جميع الروابط اللي شرحت في هذا الموقع هذا باش الناس باش ما نطولش الفيديو بزاف. كما تشوفوا الاخوان غادي نحاولوا على سبيل المثال جيت لهنايا تنقلب على بانغود على سبيل المثال جينا هنايا ولا اليكسبريس اليكسبريس كيهديك عفوا كما تشوفوا الاخوان عفوا علي اكسبريس اللي غادي حنا نستخدمو حيت يعطينا 7% اكثر من بانغود واكثر من غيربيس واكثر من جميع المواقع الاخرى اللي هي 7% على سبيل المثال الى سباندينا ولا انفقنا 100 دولار كيعطينا الموقع 7 دولار هديه ترجع لك الاموال ديالك 7 دولار كما تشوفوا هنا جو بروفيت. انا ما عنديش مع الفرنسي ولكن فاهمين القالب ديال هذا الموقع هذا. كما تشوف هنايا تدير فوتر كاش باك ايتي اكتيفي هنايا الاخوان من تدير فوتر كاش باك ايتي اكتيفي كيديك الالي اكسبريس من بعد الان عادي يمكن لك تشري اي منتوج. الا ما درتيش هذه الخطوه هذه راه ما غاديش تستافد من الكاش باك. لذلك الاخوان اي موقع بغيتو تشريو منه غادي تمشيو لاي باي كلاب فلوس اي باي فيرست اولا وغادي تاخذوا على سبيل المثال على سبيل المثال عجبني هاد الكيربس غندير هنايا غنكليكي على هذه وغادي يقول لك بلا الكاش باك ديالك راه اكتيفي وديجا الموقع كيوجهك الواجهه ديال السيت اللي بغيتي تشري من عنده. على سبيل المثال دابا كيربس هو هذا الي اكسبريس. دابا نقلبوا على هذاك مايكروفون على سبيل المثال اللي هو هكا كما تشوفوا الاخوان. دابا يمكن لي نشري هذا المايكروفون هذا ونحصل على 3 اورو من الموقع. لذلك الاخوان الناس اللي تيقولوا لي ناصر حنا كنشريو وما كنستافدوش من 3 اورو بغيت نقول لكم بالله راه خصكم تمشيو للموقع وتقلبوا على سبيل المثال تقلبوا هنايا كتجيو لهذا تجيو لهذه المواقع هادو تتقلب على الي اكسبريس كدير جو بروفيت من بعد تيقول لك فوتر كاش باك اي تي اكتيفي من بعد كيوجهك الموقع على سبيل المثال تيوجهك هذا الموقع الالي اكسبريس الموقع اللي غتشري من عنده. دابا على سبيل المثال الا جيت شريت على سبيل المثال الا جيت شريت الا جيت دابا الان شريته على سبيل المثال جيت هنايا وشريت هذا المايكروفون هذا. انا تنقول لكم المثال بالمايكروفون نتوما شريو اي حاجه بغيتو اللي يمكن لك ما تخسرش فلوس بزاف وتربح 3 اورو. ما تشريش شي منتوج اكثر من 3 اورو باش تربح الاموال ديالك وتربح منتوج بالمجان. كما تشوف دابا الا شريت هذا المنتوج هذا الموقع اي باي كلاب غادي يعطيني 3 اورو بالمجان غادي ترجع لي هنايا اللي هي دابا الان عندي 559 غادي تولي 562 اورو. لذلك والناس اللي تيجمعوا الموقع من تتوصل 10 اورو يمكن لك تطلب السحب. على سبيل المثال نجيو هنايا نكليكي على المحفظه ديالي بهذا الشكل هذا اما بغيتش نطول الفيديو بزاف الاخوان. على سبيل المثال تنديرو على سبيل المثال تنجيو لهنايا كنديرو
تنديروا جو دوموند مون بيمو على سبيل المثال، تقول لهم بلا بغيت نطلب الاموال ديالي هنايا، تيقول لك على سبيل المثال ها هو هنايا كنكليكو على هذا الاختيار هذا على سبيل المثال، تتهبط لتحت تيقول لك شنو بغيتي، شنو هما الاموال، اي طريقه بغيتي تربح من تسحب الاموال ديالك بها، واش بغيتي الشاك ولا باي بال ولا فيرمو بانكير. الا كان عندك حساب البنكه تيصيفطوها لك البنكه، باي بال تيصيفطو لك الباي بال، الشاك تيصيفطو لك الشاك للدار. اما بالنسبه لي انا كنختار غير الباي بال، انا عندي العديد ديال السحابات هنا سحبتها فقط بالباي بال. كنحاول ديروا الباي بال احسن لكم الاخوان. من بعد ما كنكليكي على الباي بال هنايا كنقول لهم انا بغيت فلوسي بالباي بال، من بعد تسجيل هنايا كدير الاسم ديالك والعنوان ديالك، سميت الباي بال ديالك كلشي، تدير جو دوموند مون بيمون. من بعد 17 يوم كتوصل بالاموال ديالك، تتوصل بالاموال ديالك هنا تتولي صفر، وتتوصل بالاموال ديالك بالباي بال. مهم الاخوان سمحوا لي بزاف، دابا تسالات ليا الكاميرا تسال ليها الباتري، ما غاديش نحاول ندير فيديو. مهم غادي نقول لكم دابا نتمنى نكون شرحت لكم الموقع، ونتمنى لكم الخير، نتمنى لكم اخوتي تحقيق الاموال من هذا الموقع هذا. مهم الناس اللي باغين 3 اورو غادي نخلي لكم الرابط لتحت، تقيدوا فيه غادي تحصلوا على 3 اورو، وانا الموقع كيعطيني 3 اورو اللي هي رابط الاحاله. الا ما بغيتيش انا ناخذ 3 اورو وانت ما بغيتيش تاخذ 3 اورو، من الافضل سير لجوجل ودير اي باي كلاب، من بعد تسجل في الموقع اللي هو بدون احاله، ما غاديش تربح 3 اورو. ولكن الا كان عندك داك الغرض بالله ما بغيتينيش نربح ديك 3 اورو، فلك الاختيار اخي الكريم. شكرا لكم بزاف الاخوان، نتمنى يكون عجبكم هذا الدرس هذا. الناس الجداد اما الناس القدامى راه مازالين خدامين فيه وكيربحوا فيه فلوس. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.